بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم تحت العنوان Adding New Slides. علشان نبتدي نضيف New Slides للمشروع بتاعنا في أكتر من طريقة للقصة ديت. لو أنا كنت موجود في قائمة هوم ممكن أضغط على في الجزئية الخاصة بالسلايدز ممكن أضغط على نيو سلايد، أو لو أنا كنت موجود في قائمة انسيرت ممكن أضغط على نيو سلايد، أو ممكن أجي من قائمة السين المشاهد أضغط كليك يمين وأقول له برضه نيو سلايد، أو لو أنا كنت في الستوري فيو ممكن أضغط كليك يمين في أي مكان في السنس اللي أنا عايز أضيف فيه السلايد وأبتدي أضغط وأقول له نيو سلايد، أو لو أنا موجود مثلا في السينز ديت ممكن أضغط كنترول مع إم كنترول مع ام ان المفروض انها تضيف لي نيو سلايد، او لو انا خلينا ارجع للستوري فيو وكنترول مع ام ماشي. انا مش هم كانوا عاملين الشورت كات بتاعتها كانت كنترول مع ام بس انا مش عارف استخدمها ازاي بصراحة يعني. ماشي اوكي، دولت الطرق اللي انا ممكن اكتر بيها اضيف نيو سلايد. طيب ماشي، خلونا نضغط كليك يمين ونختار مثلا نيو سلايد. هيبتدي هو يديني الويزارد بتاع السلايدز، فبيقول لي والله انت ممكن تشتغل على ايه، عندك تمبلتس، مجموعه من التمبلتس الجاهزه، وطبعا انت ممكن تبتدي تعمل داونلود لتمبلتس من على الموقع بتاعهم، وهم بيدعموا لك تمبلتس كتير، وممكن تختار من بيزك لاي اوت حاجه من ضمن الحاجات اللي بيلت ان موجوده في مكتبه البرنامج، او من الكويزنج لو انت كنت عايز تدرس كويز معين، أو لو انت ممكن تشتغل على سكرين ريكوردينج لو انت كنت عايز تعمل ريكورد او سكرين كاست يعني تسجل الشاشة بتاعك، او امبورت من ملف اوريدي موجود قبل كده. دولت الطرق اللي انت ممكن تقدر بيهم تضيف سلايدز للبروجكت بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.